سعيدين بأنه قدرنا نقوم بدورنا في بناء جيل مثقف وواعي قادر يشارك ببناء وطنه. طبعا هذا الشيء الفضل لقله الكادر التدريسي اللي كان متعاون جدا على مدار السنة مع الجهاز الإداري القوي اللي معهدنا. طلابنا نحن فخورين جدا فيكم ونتمنى تكملوا باختصاصاتكم وكلياتكم اللي انتوا واهلكم تمنيتوها. كل سنه عم نردف عشرات الطلاب الى الكليات الطبيه والهندسيه، والحمد لله كل سنه بسنتها في تزايد بنسبه النجاح والتفوق وعدد التامات في كل المواد، والحمد لله بمساعدة باقي المدرسين عم نحسن نطور معهد زون أول بأول، والحمد لله من أفضل إلى أفضل. الأولى معهد زون بمجموع 235 دورة أولى، 236.5 دورة ثانية. الحمد لله رب العالمين. هالشيء يعني كان حصيلة تعب سنة، أو خلينا نقول خلال 12 سنة قدرنا نوصل له، فأكيد كمية الفرحة والفخر كمان كبيرة بهذا المقدار التعب اللي تعبناه نوصل لهون. طبعا الشكر الكبير للأستاذ أستاذ رياض هواس والكادر التدريسي يلي هن خلونا نحقق حلمنا بفضل جهودهم وتعبهم معنا خلال هالسنة. كنت هالسنة طالبة بكالوريا، الحمد لله بفضل الله تعالى نجحت بمجموعة مقدرة 2839، وبتشكر اساتذتي واهلي وكل اللي ساندوني ودعموني بهالمسيره التعليميه. وشي ولع ما حزون بمجموع 299.6 بشهاده التعليم الاساسي. شعور كثير حلو انه تكون اولى على معهدك، وكل هذا الفضل بيكون بفضل استاذ رياض والكادر التدريسي ومع حزون وشعارهم طموحك مسؤوليتنا.